بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للإيدز الذي يعقد في أول ديسمبر من كل عام، المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت والجمعية العالمية للإيدز تنتهز هذه الفرصة لعمل سيمبوزيوم أو يعني يوم علمي يبدأ من 10 صباحا إلى 7 مساء، بيتناول كل ما هو حديث في مجال تخصص الايدز او الاتش اي في انفكشن، هو مرض نقص المناعه المكتسبه. الحقيقه اليوم يوم علمي قيم جدا، في انترناشونال سبيكرز وفي ناشونال سبيكرز، بيشمل كل ما يتعلق بمرض الايدز، والهدف منه هو توعيه الاطباء بصفه عامه، توعيه المرضى، توعيه المجتمع بصفه عامه عن هذه المشكله، ويعني كيفيه الوصول لاحدث اساليب التشخيص والعلاج. أنا بدعو كل الأطباء سواء المختصين بعلاج هؤلاء المرضى، مرضى الإيدز، أو عموم الأطباء لحضور هذا المؤتمر المفيد إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الفائدة العلمية التي تنعكس بالإيجاب على رعاية المرضى والخدمة الصحية المقدمة لهم. شكرا جزيلا.